التانية كل مرة يصدق على كلامك ويقول كلامك ده عظيم وكلامك صحيح 100%. محمد هاني النهارده مستوى رائع جدا. لا النهارده هاني وحتى تغييره بالنسبه لي مفاجاه برضه. انا اتصور هو تغييره 100%، يا اما اصابه او حس بشده. لا 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 هو طالع ما فيهوش حاجه على هو فكره. هو اكيد مش فني. لا لا مش فني. لا 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 هاني النهارده عامل جيم. بس هو كمان مقتنع بيه جدا فما اكيدش. لا لا هاني بقاله فتره شوف يعني لو انت فاكر حلقاتنا اللي فاتت وكان وجهه يعني الخلاف بيني وبين حسن على المراكز بالاخص. طبعا. لا هاني من باكات رايت الكويسه. كابتن احمد سيد السؤال سالناه لك كابتن حسن وانت اختلفت معاه ده. لو محمد هاني في افضل مستوياته واكرم توفيق في افضل مستوياته تختار مين باك رايت يلعب للاهلي؟ اكرم. اكرم؟ اكرم. اختلف تاني يلا. نختلف تاني. انا اكرم لسبب. كابتن حسن مستوى ساعتها قال برضه اكرم بس كابتن محمد اكرم لسبب. رايي محمد هاني. اكرم عنده سباق مستوى بطريقه رهيبه، عنده رصيد عند الجمهور يخليه يستحمله في اي حاجه. هاني لعيب كويس جدا. بس ممكن يلعب مثلا 5-6 ماتشات كويس جدا وماتش لعب وحش تلاقي الجمهور بدا يقلب عليه تاني، لكن اكرم الناس ممكن تستحمله. اي حد يسال السؤال ده يقول اكرم. طب لو سيبنا من الجمهور تمام وانت مدرب فنيا اكرم برضه اكرم لان هم بص الاثنين عندهم نفس المواصفات. الاثنين هجوميا مش اقوى حاجه يعني. لا بس هاني افضل. مش قوي قوي يعني. حلوله احمد بص في اعلى في لعيب يعني مثلا انا هقول لك ايه مثلا سايب معوض هجوميا ولا دفاعيا اكتر؟ هتقول لي هجوميا. بص اقول لك على في حاجة. واحد تاني انا دفاعيا اكتر يعني كنا بنتكلم في النقطه دي. انا بختلف مع الناس او مع الناس اللي بتقول لك ايه ده انا عندي بالاخص في حته الباكات باكات الطرف اللي هي الواجبات المراكز اللي احنا بنتكلم عليها بيبقى مطلوب منك الاول ان انت تقفل مكانك او الحته الدفاع تبقى عاليه عندك. فانا برضو في نفس الوقت ما انا مطلوب مني ان انا هاجم وبعدين انا بلعب في نادي الاهلي او بلعب في نادي الزمالك يعني المفروض طول الوقت انا فوق. تمام. الحاجه الثانيه والاهم ما فيش لعيب كره يا جماعه ما بيعرفش يدافع. ما فيش لعيب كره ما بيعرفش يدافع. ما فيش مدرب هيبقى شايف ان عنده ثغره في المكان ده ويقدر يستنى على حد. لا هاني دفاعيا كويس، بدنيا كويس، حافظ واجبات مركزه بشكل كويس، كورته احسن كمان من اكرم، كروس افضل من اكرم، حلوله اعلى من اكرم. اكرم ممكن تحطه في نص الملعب، عنده الحته دي حته الغل يقدر يخبط يقدر يقطع يقطع ويسلم. ما دي ميزه ممكن تعمل تغيير تكتيكي جوه الماتش. انا بقول لك اكرم فدي ميزه المدرب. انت لو مثلا ممكن بكلمك إيه؟ لا انا بتكلم احمد ايه كواجبات مركز او انا هبدا تحول الطريقه وانت بتلعب وهو بيلعب باك رايت اكرم ممكن تحول الطريقه ل 3 4 3 واكرم موجود في الملعب وضع طبيعي ان هو يعني تطلعه تزقه في نص الملعب. انا ما عنديش اختلاف معاك في النقطه دي. انت عارف الخلاصه في القصه دي ايه؟ انه دلوقتي ان شاء الله ربنا يا رب يشفيه ويعافيه اكرم توفيق ويرجع سريعا للملاعب. لما يرجع النادي الاهلي بقى عنده اكرم توفيق ومحمد هاني يعني وعنده كريم فؤاد. وعنده كريم فؤاد كريم بالظبط. كريم فؤاد دلوقتي بقولها لك بقى من ناحيه ثانيه انا كمدرب. وعنده خالد عبد الفتاح. وعنده خالد عبد الفتاح كمان رائع. بقول لك ما هو انت ممكن تستخدم اكرم في نص الملعب صح يعني خلاص انت اكرم بالنسبه لك كريم فؤاد مسك جناح بجناح وممكن خالد عبد الفتاح بيستخدمه كمساك. هو اصلا لعب في سموحه 5-6 ماتشات مساك. فانت يبقى اما يكون عندك المرونه دي في الملعب التكتيكيه اي لعيب بيلعب في كذا يعني عبد الله كان مفيد لاي مدرب لان عبد الله بيلعب في اي مكان. عبد الله بيلعب باك ليفت وبيلعب باك رايت وممكن يلعب في نص الملعب ويلعب وينج. فقصدي ان اللعيب ده ما يبقى عندك في الملعب تقدر ما تعمل تغيير جوه الملعب من غير ما تعمل تغيير من بره.